أنا الأستاذ الدكتور حسين صابر أبو الحسن، أستاذ جراحة التجميل كلية طب جامعة اسكندرية، والممثل الرسمي للجمعية الدولية لجراحة الجمال. وإحنا النهاردة بنتكلم من مكان ظريف جدا، وهو فندق مينا هاوس، حيث تعقد الدورة التدريبية لجراح التجميل في جمهورية مصر العربية، وبيحضرها 8 من الضيوف الأجانب. والحقيقة أن دي مناسبة أن احنا نعرف برضو بإيه أحدث الطرق لعلاج بعض المشاكل اللي بيتعرض ليها البنات والولاد والستات والرجالة، من ضمن الحاجات اللي هي بيتعرض لها الشباب في معظم مراحل العمر التثدي، وهو كبر حجم الصدر أو الثدي في الراجل نتيجة لعدة عوامل. قد تكون هذه العوامل وراثية، قد يكون تراكم دهون على مدى العمر، قد يكون نوع من الأدوية هو بياخده، هو نوع من الهرمونات أخذها بالخطأ، أو لبعض العلاجات زي علاجات بعض الأورام وما شابه ذلك. هذا التثدي له درجات، يكون من الدرجة الأولى اللي هو يدوب تثدي خفيف، الدرجة الثانية حيث يبدأ الترهل يشمل هبوط الثدي، الدرجة الثالثة والرابعة هي ما يسمى بأن الثدي في الراجل يشبه الثدي في البنات أو في الستات. طبعا هي حاجة نفسية شديدة التعقيد، وبتؤدي إلى أن الراجل يبقى عنده نوع من الكسوف والخجل، وبتخليه يلبس لبس دايما أوسع من هدومه، وبالتالي بيحتاج أنه هو يستشير الأطباء. كان العادي بتاعنا أن احنا نعمل هذه العمليات بجراحات رهيبة، هذه الجراحات كان بينتج عنها جروح في منطقة مقدمة الصدر، بتؤدي إلى أن هو يعتزل الناس ويلبس برضو التيشيرت اللي كان بيهرب بيه وبيخبي بيه التضخم اللي كان في الثدي. في الفترة الأخيرة ابتدينا نحن نستخدم تقنية جديدة، هذه التقنية هي تقنية الليزر أو الفيزر أو الموجات الصادمية. هذه الطريقة العلاجية أصبحت منتشرة، وأصبحنا بنعمل العملية كلها من خلال نقطة واحدة، نقطة في منطقة حلمة الصدر ونقطة في الحنة نقطة الناحية الثانية، وبندخل منها بالبروب كده رفيع يدي الشعاع اللي احنا عايزينه، سواء شعاع الليزر او الموجات الصادمية. فده بيخلي الجلد اللي موجود في المنطقة دي ينكمش، والأوعية الدموية برضو بتنكمش، وبالتالي شفط الدهون من المنطقة دي بيبقى سهل وما فيهوش اي نزيف، وبالتالي فترة ما بعد هذه العملية بتبقى فترة قصيرة من النقاهة، بيلبس فيها المريض نوع من السديري المشد شوية، يعني فيه نوع من الأستك شوية يدي الشكل اللي احنا عايزينه، وبالتالي بيبقى أخذ الشيب اللي احنا أو الشكل العام اللي احنا نرضي عنه، وان برضو المريض يرضى عنه بسهولة. هذه العملية بتتعمل ببنج موضعي أو ببنج كلي، لكن لابد من إجراءها في مستشفى. هذه العملية ما بيحتاجش العيان يقعد فيها فترة طويلة في المستشفى، لو راح المستشفى بيقعد 4-5 ساعات ويروح البيت ويتابع في العيادة. الحقيقة أنها حلت مشاكل ناس كتير، ويمكن دي من الحاجات اللي أنا بنصح بيها الشباب اللي بيعانوا من هذه المشكلة أن هم يحلوها بالطريقة دي. الجزء الثاني من الكلام عن نفس المشكلة لكنها في الذراعين، ودي موجودة في البنات اللي هم أساساً تخان أو عملوا رجيم جامد فخسوا، فكل الجسم خس إلا المنطقة بتاعت الذراعين، وفي الحالة دي بنلاقي فيه نوع من الترهل موجود في منطقة أسفل الذراع، بحيث إن هي ما بتقدرش رغم إنها خست لكن برضو مش قادرة تلبس تيشيرت أو قميص أو أي نوع من اللبس، فستان، إلا لما تبقى الذراع بتاعته واسعة جدا عشان تستوعب التضخم اللي موجود في ذراعها. بنفس الطريقة اللي قلت عليها اللي هي استخدام الليزر أو الفيزر أو الموجات التصادمية، بنعمل فتحة صغيرة جدا أعلى الذراع وأسفله، وبندخل منها ومنها بنقدر إن احنا نشفط الدهون ونعالج الجلد المترهل من الداخل، بحيث إن هو يحصل نوع من الانكماش في الجلد، وبالتالي يبقى مفيش الترهل حتى في الجلد اللي ممكن يحصل نتيجة لسحب الدهون من المنطقة دي. المريضة بتلبس برضو زي نوع من الرباط الضاغط أو الذراع ضاغط على المنطقة دي لمدة 6 أسابيع، وبتنتهي إن هي تعمل شوية علاج طبيعي وتنتهي المشكلة، ويبقى المشكلة اللي كانت بتؤرقها انتهت تماما.
أرجو أن الفكرتين اللي أنا قلتهم دول اللي هم يعتبروا جداد على معظم الجراحين في معظم، لكن هي مش جديدة، مش طرق جديدة تماما، لأنها استخدمت في الخارج واستخدمت عندنا بقالنا حوالي 4 أو 5 سنين وقدمناها في معظم المؤتمرات الدولية، وتقريبا الطرق مكتوبة باسمنا، وده حاجة كويسة لنا والبلد. شكرا.